هي يو، معاكم كريم احمد، 23 سنه من مصر، واكتشفت ان في حاجات كتير قوي فايتاني في العالم ولازم اكتشفها زيك بالظبط. في يوم كنت قاعد بفطر قدام التلفزيون ومفطر عن ناشونال جيوغرافيك و لحظه واحده، ايه في ايه؟ هو انت كنت بتفطر كورن فليكس في ماك؟ طيب ثواني، بس انا كنت قاعد في البيت ومش بتفرج ومش مهتم كالعاده، بس كان لازم اتفرج على حاجه وانا باكل، ما اعرفش ليه. وكان شغال فيلم وثائقي عن الايركرافت، الطائرات النفاثه، ولفت انتباهي حاجه غريبه قوي، وهي حامله الطائرات، وانها مش عباره عن بس هات له القناه ماشي تمام، وانها مش عباره عن سفينه في نص البحر ومسافتين الطريق والطيارات بتطلع وتنزل من عليها كده وخلاص. لا تعالوا انا اشرح لك. بيكون على سطح السفينه بتاع كده، هو ده، تعالى نقول عليه محرك، بيبقى ورا عجله الطياره بالظبط. ده بعد ما سواق الطياره بيظبط العجل عليها طبعا، وعرفت الراجل ده مهمته ايه ومش عبيط زي ما كنت فاكر. لا والمحرك ده سريع جدا، ومهمته ان يمشي الطياره ويخليها تجيب سرعه الاقلاع في اقل من 10 ثواني تقريبا. وهي نازله بقى الطياره بيبقى ليها ديل طويل، ايوه هو ده، وبيشبك في الوايرات اللي هي الاسلاك اللي على الارض دي، تخلي الطياره تقف وتثبت في اقل من 10 ثواني برضو. وحاطين اكتر من واير عشان لو مسكتش في الاول تمسك في التاني او التالت. واه لو السواق حمار وفوت الوايرات كلها هيطير تاني وياخد اول يو تيرن ويلف ويلف. واه في طيارين بيزهقوا بسرعه وبيقرروا يهبطوا اي حاجه بقى. وطبعا ده عشان يشتغل بيحتاج محركات واجهزه ضخمه وزنها الاف الاطنان، مش عارف كام بس اكيد تقيله يعني، ويجي بتاع بقى 6000 عامل عشان يشغلوا الكلام ده، وحكايات دايره تحت السفينه. وانا اللي كنت فاكر ان الطيار بيركب ويسم ويدور ويمشي على طول، وهو نازل بيشد الهاند بريك ويقف يعني عادي بالحب كده. وعندها اكتشفت انني لا افقه شيئا في هذا العالم الفسيح. لا مؤاخذه، جاموسه تايهه في بحر العلم. وساعتها اكتشفت ان في حاجات كتير قوي في العالم ما اعرفش عنها حاجه، فقررت انك تشوف العالم اكتر، وقررت انوثق الحاجات دي معاكم، وقررت تاخد معايا سبيد الصورات في كل مكان بروح. وكل ده فين؟ على قناتكم المحبوبه. ايوه استوديوهات شد الحبل. هب هب.